للأسف بعد إذنك لا إحنا لا للأسف الشديد سمحنا بهذه الطريقة اللي بيعملها الدكتور كريمة إن الشيوخ تلاغوص في أمور الحريم وبيتيجي الست دلوقتي اللي مخلص لو سمحت خلينا أخلص كلامي. النهاردة ظهرت بقى موضة دلوقتي للشيوخ وأشباه الشيوخ وأنصاف الشيوخ وأربع الشيوخ. الست دي تقول له إيه أنا زوجي طلقني، يروح سائلها والله العظيم أقسم بالله ما بكذب في كلمة أنت حائض والله. ما هو لازم بقى يرتب المسائل، شفت القانون حمى المرأة بإيه؟ أنت حائض؟ تقول له لا يا مولانا ما نش حائض. يقولها طيب أنت طاهر يعني؟ تقول له أيوة طاهر يا مولانا. يقولها طب نام معاكي؟ والله طب والله في برنامج لسه الأسبوع ده ومش هقول اسمه احتراما لي. قال لها إيه يعني باسك؟ تقول له جزء والله العظيم هذا حصل. تقول له يعني الستة اتحرجت؟ ايوه يعني باسك ولا لا؟ طب قرب منك؟ تقول له ايوه قرب مني. ولا قرب منك يعني ازاي؟ والله على الهوى على الهوى. ده ناقص توصف له، ناقص توصف له مشهد جنسي عشان ترضي حضرته يديها ختم الحصانة من راعي المعبد. الكلام يجنن. احنا خلي الرجالة محترمة وخلي الستات محترمة، احفظوا اسرار النساء. انا بتكلم انتوا، انا ممكن اسألك سؤال، احنا ليه ما بنحترمش المرأة والطفل؟ في اختراع اسمه الاحترام، في احترام. ليه المرأة لا تحترم في مجتمعنا؟ ليه المرأة ما تبقاش مصانة؟ ليه المرأة تبقى عارفة انها انكرنا المحرر يا مولانا؟ مش ببق لفندي تخرج من البيت، مش ببق لفندي. بشروط يا شيخ خالد. طب لو الزوج ارتد بشروط. اسمع القصة دي يا شيخ. طب لو الزوج وحصلت كتير. نعم. قال لها اسمع انا لا بؤمن بمحمد بتاعك ده ولا بالقرآن بتاعك لازم ده لازم حكم قضائي. الراجل ارتد انما ما سجلش قضائي. ما فيش حاجه اسمها عقد رده في الوثيقه. الست تعمل ايه؟ تروح للقضاء. قول لي بقى تروح يبقى اذا تروح للقضاء عشان تثبت ايه؟ ردته يبقى بقه ما ينفعش اهو عشان يفسخ. اهو ارتد ببقه لكن ما تقدرش تثبت عشان الرده ما قدرتش يعني تثبت. الكفر يا مولانا للعظم الاثار لانه سيقتل فيما بعد. اجد له بابا للكفر بالبقه. لا 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 الطلاق بالبقه مولانا لو ترك الامر العام الناس يسب بعض. لابد من صدور حكم قضائي بعد حكم علمي في مساله المرتد. اشهد يا تاريخ الله ينصر دينك يا شيخ. ايوه كده لابد تلجا للقضاء، لابد انها تلجا للوثيقه الرسميه. لا وحمايه للراجل نفسه. ايوه كده ايوه كده. انما بالبق كده يا مولانا تقول عليه مرتد ونتعامل معاك كمرتد ينفع؟ لا ايوه كده لابد ان يستتاب. سامعين يستتاب. حاضر اهو استنى بس. ما اعترفش بكفره رغم ان الراجل بيقول لك انا كافر بمحمد بتاعك. لأنما اعترف بطلاق. انما اعترف بطلاق يا مولانا حلها انت حضرتك.